بنجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية وبنرحب بنجوم مصر كابتن طارق سعيد منور الدنيا. اخبارك ايه؟ حياتي ليك حبيبي، تمام، شرفنا بيك. كابتن حسن مصطفى منور الدنيا، ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ اجازه حلوه؟ اه اجازه كانت شغل جامد انت اهو. لسه راجع، كان العيد بقى من الساحل وكده. وانا سعيد ان انا مع الكابتن طارق النهارده، بقالي كتير ما شفتوش. حبيبي، كنتوا بتعملوا ايه مع بعض في الملعب؟ لا هو الكابتن طارق ليه حاجات كتيره كده يعني، بس هو ده ادانا واحده المره اللي فاتت، قال لك الحكام موجهين وكان في حكام. خلصت عليا انت اللي خلصت عليا انت قلت له روح انت اللي رحت لوحدك، رحت لوحدي. هو عمال يرفع لك الاوفسايد. لا ده انا بساله على بس قال لك انا قلت حاجه غلط ولا حاجه. طب ايه رايك يا كابتن حسن في الموضوع ده؟ بص مين اللي فتح الموضوع؟ مين اللي فتح الموضوع؟ قول لي السؤال. انا هو بيقول المرة اللي فاتت قال لي في حكام، بعض على الحكام على التحكيم، بعض الحكام. طب خليني اقول له اه طبعا، ما انا بتكلم على بعض مش كل. هقول له كل حاجة بس نستهل بيها الكلام. امبارح كابتن حسن، كابتن سمير عثمان بسأله على التحكيم، فقال لي طبعا التحكيم وحش. فقال لي هقول لك حاجة عشان يبقى الكلام مش طق حنك، اقول لك احصائية. احنا الاحصائية بتاعتنا في الاخطاء المؤثرة على نتائج الماتشات 14 وشوية، عالميا اقصى حاجة 5%. فانت متخيل احنا رايحين في ثلاث اضعاف. ايوه طبعا. المهم فاحنا كنا بنتكلم مع كابتن طارق على التحكيم، فقال لي التحكيم فيه مشاكل وعايز اقول لك ان في حكام موجهين. فبقول له يعني ايه موجهين؟ قال لي يعني في حكام وانا بلعب كانت تقول لي خش اقعد في ال 18 هديك بنالتي. في حاجات ما تتقالش يا ابني في الاعلام. لا احنا عايزين تقول لنا بقى في حاجات قال الكلام ده صح ولا غلط؟ بياكد الكلام ده. قال لك في حاجات ما تتقالش في الاعلام. كانت بتتقال ولا مش بتتقال؟ لا خليك واضح، كلام واضح. بتحصل ولا مش بتحصل؟ بتحصل يعني في اوقات كده. بس هي النقطه اللي الواحد عايز يقولها ايه؟ كل نادي بيستفاد من اخطاء الحكم. حتى دي قصه تانية. انا بس هو ما فيش حكم يعني انا ممكن يكون حكم بيهزر او بيتكلم معاه كده. ابو علي ما تجملش الكلام. لا ما تجملش الكلام ابو علي. انت قلت دلوقتي بيحصل. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ممكن يجي يعني مثلا حكم تيجي تقول له خلي بالك يا كابتن انا عندي انذار، بس لما تعمل فاول بيدي لك انذار. انت فاهمني؟ في حاجات كده ايه بتيجي انت قبل المباراه، مثلا قبل المباراه اهلي وزمالك بتيجي بقى عندك انذارين، فانت بتبقى خايف تقول له يا كابتن انا عندي انذار وانا مش عارف ايه. يقول لك اهم حاجه ما تخشش مندفع ويدي لك النصايح. فمش معقول اقول اه هيبقى اجي اقول ان هو في الاخر لا ده بيقول لي كذا علشان اعمل كذا. انت فاهم؟ احنا كده بنقع في ذمه الحكام. ان الحكام بتوعنا لا احنا ما بنتكلمش على الذمه. ما تدخلنيش. لا 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 ما تدخلنيش في ذمه الحكام. قلت بعض الحكام موجهين. بمعنى اقول لك البعض، احنا يبقى البعض. قلت ايه يا ابو علي؟ قلت بعض الحكام بيبقوا موجهين، وفي بعض الحكام ايام بعض الاشخاص داخل اتحاد الكره كانوا بيجيبوهم لمباريات معينه، وانت فاهم قصدي كويس. وبيجيبوهم لمباريات معينه هم اللي يحكموا. دي اول حاجه. بعض الحكام واحنا زمان بنلعب كان يقول لك لو هو مش عايز اقول ميول ومش ميول، هو قاضي في الاخر وعنده بيحكم بالعدل. ففي بعض الحكام كانت بتقول، على فكره مش انا اول واحد اقول الكلام ده، كابتن رضا عبد العال طلع قاله قبل كده وصرح بيه وقال في بعض الحكام بيقول لك خش جوه ال 18 خش وانا عامل لك. في بعض الحكام يا كابتن حسن والله يا ابراهيم بتبقى باين من اول المباراه انه عايز يحسب لك حاجه، عايز يعمل لك اي حاجه. لكن احنا ما بنتكلمش في ذمتهم ولا بنتكلم، احنا قلنا بعض الحكام القليلين جدا 1% او 2%، علشان ما نعمش الناس دي كلها، كلهم ليهم التقدير والاحترام ما فيش شك. الضحكه هو مسؤول عنك. ما خلاص ما هو راحت خلاص. طب انتوا ايه رايكم في اللي حاصل دلوقتي بعد بيان الزمالك وان ماتش القمه ما اتلعبش؟ ايه رايك يا كابتن حسن؟ لا انا زعلان جدا لان انت خسرت حاجات كتيره. يعني نادي الزمالك خسر حاجات كتيره. انت خسرت ان التسويق، خسرت الناحيه الاعلاميه، خسرت الناس بره بتبقى مستنيه الماتش زي دوت، ديربي كبير، ديربي في احسن فرقتين في افريقيا، في حاجات كتيره قوي انت خسرتها. انت اديت للنادي الاهلي بنسبه كبيره 3 بونت سهلين. انت ريحت لعيبه النادي الاهلي واديتهم ال 3 بونت وبتوصله، يعني عارف انت بتوديه كده ان هو ياخد الدوري. ايوه انت على الاقل مثلا انت الدور الاولاني كسبته. فانت ايه المشكله لما تلعب ماتش زي دوت وممكن تكسب او ممكن تعمل او كذا. تخلي الامور، مش لازم كل ما تحصل حاجه يجي يقول لك انا مش هلعب. دي تالت مره ولا كام مره؟ دي التالته ولا الثانيه؟ سيبك من ايه؟ سيبك من اللي قبل كده. الانسحاب يعني يعني من سنتين برضو حصل كده، والسنه دي حصل كده. فالامور دي مش حلوه. انا شايفها مش حلوه. انت لازم تروح تلعب الماتش. في مشاكل كتيره يعني. انا اللي عايز اقوله الدوري فيه مشاكل. أيوه. التنظيم فيه مشاكل، الحكام في مشاكل، وحاسس كل نادي من الكبير للصغير حاسس ان هو مظلوم. مين مش مظلوم؟ ده نادي سيراميكا بيطلع بيان، نادي انبي بيطلع بيان، النادي الاهلي، النادي المقاولين، كل الانديه بتطلع. يعني كل الناس حاسه بالظلم من الناحيه التحكيميه. طب
والتنظيم انت شايف التنظيم وحش جدا، المسافه عماله تطول والدور عمال يطول والنادي الاهلي بيخش في كذا بطوله ونادي الزمالك عمال يعني لما تيجي تبص ان ده في البطوله الافريقيه وده الكونفدراليه ده بيتاجل له ماتشات وده بيتاجل له ماتشات طيب. الاثنين متقاربين بس انا السؤال اللي انا بقعد اساله لنفسي لو نادي الزمالك بعد ما كسب النادي الاهلي قعد يكسب 3 4 ماتشات كان هل هيبقى يقول ان انا مش هلعب الماتش ده؟ لا طبعا كان هيلعب. كابتن طارق بتشوف الزمالك كسب ولا خسر؟ اولا نادي الزمالك هو اتاخر شويه في هذا الطلب. نادي الزمالك الطلب ده كان لازم يكون من بدري شويه، هو عاوز يكون في عداله تحكيميه، عاوز يكون عدم الكلب بمكيالين. نادي الزمالك كسب احترام جماهيره ولان جماهيره كلها كانت بتطالب بهذا الـ او الاكشن اللي نادي الزمالك قدر يعمله. لكن في النهايه ايه الترتيبات او ايه اللي هيحصل بعد ده؟ هل هتستمر ولا لغايه هذه المباراه فقط لا غير وهتلعب المباريات اللي بعدها؟ لو استمر على هذا الكلام هو ده اللي مش كويس، لان انت برضو بتبوظ المسابقه بشكل عام والاضرار اللي ممكن تحصل لك، مع ان لا يمكن حد يقدر ينزل نادي الزمالك درجه ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه، لكن انت بتحط نفسك في مواقف هتخلي الناس تتكلم وتقول انت لازم يبقى اللائحه تتطبق عليك. اللي انا يهمني نادي الزمالك عمل اللقطه الصح. التوقيت مش هو ده التوقيت، كان من بدري شويه، لكن بعد كده يلعب عادي خالص علشان يوصل. الكلام مظبوط. طب لو نادي الزمالك كان كسبان كل الماتشات بتاعته كان هيعمل اللقطه دي؟ بس هو تعب ولا فارق معاه جدول؟ من كتر اللي حصل حسن كابتن طارق معلش برضه عشان ما نقعدش، لا هيفرق معاه جدول ولا ترتيب جدول ولا ده بيلعب امتى ولا هيلعبه الدور الثاني ولا الثالث؟ هيجي يقول لك انا عايز اخش الكونفدراليه، عايز اخش ابقى ثاني او ثالث او الكلام ده؟ احنا مش هنقعد نلف وندور عشان نقول لنا، لا عايزين نقول ان هو لما حس ان هو بعد عن الامور، بعد عن المنافسه، بعد عن حاجات كتيره، فهو بدا ياخد القرار. طب ده طب خلي بالك هو لو طالما كده كده بعيد عن المنافسه، لو لعب المباراه دي فنيا هو اولا مش مضغوط، هو اولا بيلعب براحته خالص. اللي مضغوط النادي الاهلي، اللي مضغوط النادي الاهلي. كابتن طارق انت عندك عنده غيابات، انا مش مختلف بس مؤثره يعني. انت عندك ابو الفتوح موقوف حسن او بعد اذنك مصاب. طب دلوقتي لو انت بتلعب مضغوط كابتن حسن، ان السبب الاساسي في اللي حصل ده كله ان الزمالك مش عايز يلعب ماتش الاهلي؟ لا، عشان حس ان هو مش في المنافسه. وتاني شيء مش عايز يخسر، يعني اسف يعني يخسر مش عايز يخسر. لا 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 انا يعني مش شايفها ممكن كده. يقول لك انا مش عايز اخسر، انا اخر ماتش كسبان النادي الاهلي. انا مش شايفها كده صح. دي وجهه يعني دي وجهه نظر تحترم طبعا. يعني انا شايف دي وجهه نظر ان انا مش عايز اخسر من النادي الاهلي، انا عايز اللعيبه بتاعتي نفسيتها عندها واخده البطوله الكونفدراليه، كسبانين النادي الاهلي اخر مباراه، ممكن ان انا العب ماتشات كويسه عقبال ما السنه الجديده احل مشاكلي واحل المشاكل اللي عندي اللي واقف والكلام دوت، واجيب لعيبه كتيره. نادي الزمالك محتاج 11 لعيب 11 لعيب، هو جاب كل الصفقات جابها كلها في نص الملعب. ايوه فهي دي المشكله. متفق مع كابتن حسن كابتن طارق ان الزمالك محتاج 11 لعيب. طبعا نادي الزمالك محتاج، لسه بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء، لان نادي الزمالك محتاج لعيبه كتير خصوصا في النواحي الدفاعيه، عنده مشكله كبيره جدا الاثنين اللي في القلب، عايز 3 4 لعيبه في القلب، عايز اطراف. لما فتوح بيغيب مفيش باك ليفت ليه، لما عمر جابر مش موجود بيدوروا مين يلعب باك يمين، فالحته اللي ورا دي عندهم مشكله كبيره جدا. راس حربه يكون على مستوى النادي الزمالك، لان فعلا راسات الحربه غير الجزيري عاديين جدا يعني، معلش سامسون ومتيابا اللي موجود مش هم، وحتى ابراهيم انضاي مش هي دي اللعيبه السوبر الافريقيين اللي لعبوا في نادي الزمالك. فنادي الزمالك محتاج دعم للعيبه كتير، والله يكون في عون مجلس الاداره اللي بيعمل. طبعا عايز ارجع معاكم تاني للقصه بتاعت القمه، الزمالك اعتراضه الاساسي كان على حاجتين، التحكيم وجدول المسابقات. ما جايبين حكم من اسبانيا يعني التحكيم اللي قبل كده. انا بتكلم في العموم، بتكلم في بعيد عن القمه، انا بتكلم مشكله الزمالك في البيان الاساسيه بتاعته حاجتين، جدول المسابقات، العداله، الجدول بتاع الدوري واداره المسابقه المصريه والتحكيم. طب هو الجدول رايك ايه في التحكيم؟ طب هو انا زي ما انا قلت النقطه هي على كل الفرق. الناس كلها زعلانه، الانديه كلها متضايقه، الانديه كلها بتقدم يعني شكاوي. بس حد بيسمع لهم؟ مع احترامي، حد بيسمع لهم؟ لا. لكن لما الاهلي او الزمالك يشتكي هيحصل ايه؟ لازم يحصل اكشن. وهو ده اللي حصل. هو اللي بيتكلم فيه كابتن حسن انه الزمالك ما كانش هيشتكي طول ما الاخطاء او طول ما هو كان بيكسب او بالزبط. لو هو الغلط ده جه في صح صالحه. وعلى فكره سؤال. ده مش النادي الزمالك اكمل بس وده مش الزمالك بس، ده انا الزمالك واي نادي مفيش نادي هي لو هو طالما بكسب ما خلاص مفيش مشكله، بكسب لو بستفاد من الاخطاء. لكن الاخطاء اللي وقع فيها نادي او الحكام عملتها مع نادي الزمالك اعتقد كتير
ايوه نادي الزمالك الجدول بعيد مبعوت له من بدري ليه ما اعترضش اول ما شاف قالك انا معاك في 100% في المعترضش ليه المفروض التوقيت كان يبقى بدري عن كده بدري عن كده يعني قبل الماتش بكده ابعت اقول لا يا جماعه انت الجدول ده مش عاجبني انا لا انا لازم يخلص من ساعه ما جاله الجدول طب انا عايز اسالك حاجه يا كابتن طارق انت لعبت في الاهلي والزمالك هل التحكيم بيعمل فرق للاثنين دول احيانا لو الفرق يعني انت في الملعب بتلعب في الزمالك وقدامك مثلا لعيب من اي فرقه تانية انت عملت تصرف زعقت الحكم تنحت معاه واللي قدامك عمل نفس القصه ينزله هو ما ينزلكش انت دي حقيقه وانت في الاهلي او في الزمالك مش انا لوحدي اهو اسال حسن في دي كمان وكل اللعيبه اللي في مصر عارفه كده ليه نادي الزمالك ليك ظهر ليك جماهير ليك اعلام ليك كمان في السوشيال ميديا اللي احنا موجودين دلوقتي الحكم يا دوبك لما بيغلط الدنيا بتقف لكن في الاهلي والزمالك لا بيبقى ليك الوضع مختلف يا كابتن حسن اكيد تلعب في الاهلي والزمالك انت محمي طبعا انا لعبت في انديه كتير لعبت في الداخليه والشرطه والاتحاد السكندري والمحله لا في اختلاف الاهلي والزمالك او الاهلي والزمالك لا انا بتكلم على الانديه دي شفت الفرق اختلاف لا اختلاف في المعامله وحتى ممكن ساعات بيبقى مثلا الحكم يعلي صوته على اللعيب وكده دي طريقه كلامه ليك غير عكس ما يكون طريقه كلامه مع لاعب اهلي او زمالك طب هل في اختلاف بقى بين الاهلي والزمالك مش قوي لا دي ما فيهاش فرق لا لا عاديه نفس القدر من الاحترام والهيبه موجود هنا دي موجوده بصراحه طب ما هو ده بقى حاجه من الحاجات اللي انا مثلا بالنسبه لي حاجه في منتهى يعني انا وانا بتفرج بتعصب جدا من الحكام اللي يعمل فيها قرن وبرم على لعيب مثلا من اي نادي بلاش اقول اسامي اي نادي ويجوا ماتش الاهلي والزمالك ما يفتحش بقه صح ايوه يا عم هو اللعيب التاني ده بيخاف من رده الفعل يعني ما هو عشان خايف من رده الفعل ايوه ما هو يعني اللعيب التاني ده ايه يعني ماله يعني ما هو لعيب يا عم وزي الفل حسب شخصيه الحكم برضه حسب شخصيه الحكم في بعض الحكام عندها شخصيه تقدر تتعامل سواء مع لعيب اهلي لعيب زمالك لكن اكتر الحكام كابتن حسن قالها وانا باكد عليها ان اكتر الحكام بيقلقوا من حتى المدير الفني للنادي الاهلي حتى المدير الفني للنادي الزمالك لما بيجي يتعامل مع الحكام عكس المديرين الفنيين الاخرين يوم جاي على طول طرده لا الزمالك بيفكر شويه الاهلي يفكر شويه بيعمل حسابات في دماغه دايما انت قلت سؤال حلو على فكره اللي انت بتقوله اللي احنا بنتكلم فيه هو ليه الحكام بتعمل كده يعني لازم ما يبقى الامور كلها متساويه ايوه طبعا طبيعي لان في الاخر لعيب دوري ممتاز ده نجم كبير طبعا مش لازم يكون في الاهلي او الزمالك عشان نبدا يعني نبقى نحترمه ونقدره ونديله حقه فهي دي النقطه طب انتوا اشتغلتوا في التدريب هل الجدول بتاع الماتشات بيتحط على الدواء يعني ممكن انا النهارده بلعب موجود في نادي كبير فاكلم اداره المسابقات اقول لهم معلش بس احنا عايزين الماتش ده يبقى هنا الماتش ده يبقى هنا وانت موجود في نادي تاني لا الجدول بتاعك محطوط مع حدش قران ما بتتغير هي دي المشكله انت عارف لو قول لي ده بيحصل ولا ما بيحصلش لا بيحصل. بيحصل بيحصل ممكن تقول له طب اجل لي الماتش دوت لا اعمل لي الماتش ده هنا لا مش عارف ايه وفي الاخر انت بترتب الامور وتنظم الامور بس انا بتكلم انا نفسي يبقى في مصر تحط الجدول على كل الفرق يعني تحطه هنا زي يا جماعه الكلام ده خطير جدا والله العظيم لان في الاخر كل الفرق خليك كابتن حسن يشيل شويه بقى لا انا شلت المره اللي فاتت لا انت لما تحط الجدول يعني مثلا النادي الاهلي بيلعب في افريقيا زمان بيلعب هنا ده بيلعب هنا ويلعب في ميعاده لان انت عندك 30 لعيب انت عندك 30 لعيب وبعدين الميزه في كولر يعني بامانه يعني الراجل الروتيشن الروتيشن بتاعه الراجل وعنده وبعدين هو دلوقتي عارف هو عايز يجيب مين عايز اجيب فيرويد عايز اجيب مثلا سيرد باك بيبقى عارف في الدنيا يعني الامور واضحه له صح وعمال يغير وعمال يعمل روتيشن وعمال يلعب ده ويدي ده فرصه ويدي ده فرصه فهو الراجل يعني بس بقى النغمه اللي الواحد بيتضايق منها موضوع الاجهاد كل شويه حد يقول لك ايه اصل الاجهاد اصل حتى اللعيبه في الانديه الثانيه لما يبقوا بقى لهم شهرين قاعدين ويجوا يلعبوا ثلاث ماتشات يقول لك احنا اجهدنا كل ثلاث اربع ايه طيب انت كنت مريح ايوه لا تعبت من ايه؟ ايوه اللي هو عارف ما هو ده الفرق ما بين ما كل التقدير والاحترام لكل الانديه واللعيبه اللي في الانديه ده الفرق ما بين لاعب الزمالك والاهلي او اللعيب الدولي لازم يبقى متعود
على الضغط ده، على الضغط على طول. والضغط ده مش بدني بس، ده بدني ونفسي وكل حاجه، واعلامي وكل شيء. كده بيبقى في فرق اللاعب، الكواليتي اللاعب الدولي او اللاعب الزمالك والاهلي عكس انديه. والله كابتن طارق انا عايز اقول لك حاجه، لو تيجي تبص على لعيبه النادي الاهلي هتلاقيها من بره، بس هو خلاص اتعود. لعيبه الزمالك منين يعني؟ اتعود يا حسن. كابتن طارق انا عايز اقول لك حاجه، النادي الاهلي مطلع كام ناشئ؟ محمد هاني، الشناوي، كوكا. عمال بص انا عمال يعني عمال افكر زينا زمان. لا مش زينا، يعني انت فاهم انت بتقول يعني كان زمان تلاقي 10 لعيبه ولا 5 لعيبه ولا 6 لعيبه ناشئين في الاهلي ولا الزمالك. ممكن نادي الزمالك بيطلع، ممكن نادي الزمالك بيطلع ناشئين كتير. حسن مصطفى، بص الجيل بتاعه، احمد السيد، حسن مصطفى، ابراهيم سعيد، بلال، احمد بلال، احمد صلاح حسني، احمد صلاح حسني، محمد جوده، بص ابيض، بص كمان كله لعب في فلسطين، في الزمالك، طارق السعيد، طارق السيد، محمد ابو العلا، محمد عبد الواحد السيد، طارق ايمن عبد العزيز، لا سامح اسماعيل، سيد حنفي، لا كتير جدا طلعوا الفريق الاول. هو دوت هتيجي برضه تبص نتاج لما تبقى لاعب متاسس من الناشئين على المكسب، متاسس من الناشئين على الضغوطات، عشان كده بيقدر يكمل ويبقى لعيب دولي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم مصر، خليكم معانا. كان معانا خبر من شويه بيقول ان هيبقى في مشكله الفتره اللي جايه عشان استدعاء اللعيبه بتاعه الاهلي وبيراميدز تحديدا الاولمبياد، ان ميكالي عايز يجيب عبد المنعم وعايز يجيب امام عاشور، وفي التوقيت ده هيبقى الاهلي في عز معمعه الدوري. على الجانب الاخر بيراميدز هو كمان عنده ابراهيم عادل، بيفكر انه ما يوديش ابراهيم عادل عشان برضه هو موقوف رمضان صبحي، وهو بالنسبه لابراهيم عادل دلوقتي عمود ما ينفعش يفرط فيه. رايكم ايه بقى في المشكله؟ انا منتخب مصر اولى باي شيء، مع احترامي وتقديري سواء الزمالك او الاهلي سواء بيراميدز، منتخب مصر ليه الاولويه في اي شيء. بس هو كل كلنا مش هيتوقف، مش هيتوقف هو على، احنا ما بنتكلمش على لائحيا، لا مش مجبر، مش مجبر، لكن احنا بنلعب في الاخر علشان منتخب بلدنا، وبنلعب في الاخر علشان نوصل للاهداف الكبرى. يعني احنا بقى لنا قد ايه وصلنا اولمبياد كتير، لكن احنا عمرنا ما خدنا ميدالية. لما تدي المدير الفني الناس اللي هو اختارها وهو عاوزها، دي حاجه هتحسب لمصر. طب كابتن حسن، انت لو مكان كولر تفرط في عبد المنعم ومعشور؟ لا طبعا، استحاله. طب ومنتخب؟ لا هي انا مش هوديه ومش هيتوقف ولا هيحصل له اي مشكله. فانا بالنسبه لي انا عايز اخد بطوله وبنافس على الدوري، لاني انت بيبقى ليك التارجت بتاعك 1 و2 و3، بتنافس على كل البطولات. لو خسرت بطوله بيحصل مشكله يعني. منتخب بلدك يا جماعه بتتكلموا، انا عايز اتكلموا في منتخب، انا عايز اسال هو ده المنتخب الكبير؟ عبد المنعم وام عاشور مش في المرحله السنيه، ده دول اللي هم ده انا عايز اسالك منتخب هو ده منتخب خدنا بوتريكا وخدنا عماد متعب وخدنا احمد فتحي قبل كده لما كنا في اولمبياد لندن 2012. هو في الاخر، طب ما انا ممكن اخد اللعيبه اللي انا طلعت معايا واديها الفرصه بتاعتها. هو ليه ان هو يسمح؟ ايه اللي هيعمله الفارق يعني؟ انت خدت، يعني انا مش عايز نقول اخدت بوتريكا وخدت عماد متعب ضيع جون في معاكوا نيوزيلندا، طب ما تدي فرصه للعيبه الصغيره، تدي فرصه للناس. ما انت عندك اوبشن، احنا هنفضل لامتى حتى في الموضوع ده؟ يعني في الكوره عموما، بعيد عن الاهلي والزمالك وبعيد عن كل ده، ليه هنفضل كل شويه نقول لا ده لسه صغير ما عندوش خبراته وما عندوش مش عارف ايه؟ ما ياخد ويلعب وياخد فرصته، وعندك لعيبه كتيره جدا في نص الملعب. كل الانديه، كل القوات العالميه بيستفيد من المنتخب الاولمبي ده، عنده لعيبه كويسه جدا، ونيجيريا كل الارجنتين ماشي، بس انت عندك يلعب معاه ميسي، احتمال يروح يلعب معاهم في الاولمبياد مع الارجنتين. في لعيبه مش برضه انديتها مش عايزه توديها. ايوه طبعا، لا ما مش كله يعني قصدي، بس فكره بس انا بقول يعني ده معروف ان انت بتجيب لعيب يعني كبير عادي تستفيد منه. مش هتاخد يعني واحد مثلا فيرويد ولا هتاخد حاجه، انت هتاخد لعيبه نص الملعب. لعيبه نص الملعب اميز حاجه في المنتخب الاولمبي، لعيبه نص الملعب. يعني تيجي تبص عليهم لعيبه نص الملعب مثلا، عندهم مشكله في السرعات في الاثنين اللي في القلب في المنتخب، بس انا في الاخر انا عايز اخد بطوله وانا اوديه دي حريه يعني. ريفالدو، بتشوف مين الاقرب للدوري، بيراميدز ولا الاهلي؟ انا شايف بيراميدز ماشي كويس جدا، لكن تقدر تحدد لما الاهلي يلعب كل ماتشاته. هنا بقى اهم ماتشين بالنسبه لبيراميدز الاهلي اللي هيلعبوه. انت في ايدك دلوقتي، انت في ايدك تقدر
توقف الاهلي وتبقى اللبنات بتاعتك اكتر، يا اما تتعادل يا اما على الاقل تكسب مباراه من الاثنين. يتعادل في واحده وتكسب الاثنين يبقى بيقرب كتير جدا، لان عاجبني بيراميدز ماشيين في هدوء 12 13 مباراه كلها ما شاء الله بيكسب، لكن ماشيين احسن من السنين اللي فاتت كلها، وماشيين مع بخطه جيده جدا مع المدير الفني الحالي. كابتن حسن رايك ايه؟ يعني مش هختلف يعني مع كابتن طارق، بس هي في النقطه ليه بيراميدز، انا قعدت اسال نفسي سؤال تاني. انا فاكر ان هو بيقول كده عشان هو زملكاوي فعايز يكسب الدوري. لا لا خالص، لا لا بس هو كده كده الاهلي هياخد الدوري يعني مع احترامي. وفي الاخر في الاهلي لو ليه هقول يعني انا كده كده انا بقول بيراميدز ليه سالت يعني انت بعد التقديمه دي كلها وشايف برضه في الاخر قلت لك في حاله لو هم الماتشين اللي لعب مع قصاد الاهلي هو لسه ما لعبش ولا الدور الاول ولا الدور الثاني، جدولنا الجميل اللي عندنا ده يعني لسه ما لعبش الماتشين، لما هيلعب الماتشين لو تعادل في مباراه وكسب مباراه الدوري بتاع بيراميدز، لو الاهلي كسب المباراتين كابتن طارق لو الاهلي كسب كل المؤجلات بتاعته خلاص يبقى الدوري اول فرق نقطه فرق نقطه. لا انا بقعد اسال نفسي كده ليه الفرق يعني فريق بيراميدز ماشيه كويس ليه؟ ليه الاجواء ديت بقت كويسه؟ اللي انا عرفته سالت ناس كتيره يعني ان هما بداوا يعملوا اليوم الكامل يجيبوا اللعيبه بدري بيقعدوا مع بعض يعملوا محاضرات بياكلوا مع بعض وكده، فهي دي اللي خلت نادي بيراميدز تمشي المشي ده. هل هيطول؟ هل الموضوع يطول ولا كذا؟ دي برضه 11 ماتش على التوالي انتصارات اهو، ممكن ما تطولش ليه؟ ممكن طول ما الامور تبقى توصل كده يبقى عليك ضغوط. انت اولا هو ما عندوش ناحيه اعلاميه، ما عندوش جمهور، الحاجات دي بتاثر ممكن على اللعيبه، ما بتديهاش ساعات الحافز الجامد. النادي الاهلي عنده الحافز بتاعه، جمهوره في ظهره، اللعيبه بتبقى عندها اصرار جامد جدا. اللي انا قلقان منه من لعيبه النادي الاهلي الفتره ديت ان في اوقات كتيره ما بيلعبوش اقصى طاقه، ما بيدوش اقصى طاقه ليهم. ايوه دي هي دي بس بسبب الاجهاد يعني بسبب بقى الاجهاد بسبب كذا، هي دي النقطه. اما الدوري لا. طب يعني طب سؤال الضغط الماتشات المؤجله ده ممكن يضر لعيبه الاهلي اكتر؟ لا ما نادي الزمالك عمل معانا واجب. لا بعيد عن ما هو ده ماتش، ده واحد ماتش، ده ماتش واحد من الماتشات، لسه في ماتشات ثانيه. يعني الزمالك عامل معانا واجب ان انت كان المفروض ان انت لما تلعب ماتش زي الزمالك ده هتعمل 200 300%، فيجي لك الماتش اللي بعده هتبقى مجهد، فانت ريحت الناس، فانت تيجي الماتش اللي بعده ممكن يكون في لعيبه عندها اصابات عندها كذا، بس في الاخر كده كده النادي الاهلي مضغوط يا جماعه، كده كده النادي الاهلي عنده ماتشات كتيره، كده كده عنده بطولات كتيره، كده كده بيحاول يجتهد في كل بطوله انه يوصل لياخد البطوله. فديت دي سمات موجوده في النادي الاهلي. بتشوف في عدد نقط بيراميدز بعد خدها الماتشات اللي جايه يبقى الدوري قرب ليه بنسبه كبيره قبل ماتشين الاهلي؟ لا ماتشين الاهلي هم الفيصل، هم الفيصل، هم الفيصل ما بينه وما بين الاهلي، لان هي المنافسه الوحيده ما بينهم هم الاثنين. طب والزمالك؟ لا ماشي يعني الزمالك بعيد بقى، الزمالك لا يعني ماتشات بيراميدز والزمالك وباتش وماتشات طبعا طبعا. انت النادي الاهلي بقى عنده ميزه خلص من خلاص الزمالك، الزمالك يعني الفريق الكبير دوت. ممكن نادي الزمالك يهدي الدوري للاهلي على فكره طبعا، لو هو كسب بيراميدز طبعا، لو هو كسب بيراميدز هيوقفه. فانت دلوقتي المنافسه ما بين الاثنين، بس تيجي تكلمني امتى؟ لما الاهلي يلعب كل مؤجلاته ساعتها تقول مين يكسب مين ما يكسبش، هيبقى فاضل 3-4 مباريات لسه في النهايه، وفي النهايه مين اللي نفسه اطول اللي يقدر اطول ان هو يكون عنده الخبرات، وطبعا اعتقد ان الخبرات بتبقى موجوده في النادي الاهلي اكتر. هو بيراميدز دلوقتي 62 نقطه ناقص له 9 ماتشات، والاهلي 42 فرق 20 الاهلي 42 20 بونت والاهلي فيه طبعا الاهلي 45 بعد ماتش الزمالك وعنده 7 ماتشات مؤجله 45 وعنده 7 ماتشات مؤجله لو كسبهم هيبقى ايه فارق نقطه عن بيراميدز في السبع ماتشات المؤجلين دول. الماتشين بتوع بيراميدز موجودين ولا مش موجودين؟ اكيد هيبقى فيهم واحد على ايوه بالظبط طبعا فيهم واحد مؤجل ماشي بتاع الدور الاول، وفي بتاع الزمالك خلاص عدى بالنسبه له، خد الثلاث نقط النادي الاهلي بتوع الزمالك. لكن بيراميدز عنده ايه اللي جاي بقى؟ اللي جاي عنده الزمالك، عنده الاهلي، فهو لاعب كل الفرق المتناول ان هو يقدر يكسبه. لكن هو داخل دلوقتي على الاهلي برضه لسه عنده فيوتشر وعنده برضه شويه فرق يعني بس خبرات صعبة. الاهلي خبرات الاهلي تقدر ان هم يعدوا من كل المباريات دي. طب سؤال، تقييم الافارقه اللي في الاهلي رايك فيهم يا كابتن حسن؟ في طبعا يعني مين يقعد ومين اللي يمشي؟ مين يقعد ومين يمشي؟ مودست واحد يعني يمشي. ده انت هتتكلم انت لسه هتتكلم في مودست؟ ايه بس لعيب بيرستاو متهيألي لا يقعد، علي معلول يجددوا له سنه، ديانج يمشي عشان خلاص المدرب ما بقاش عنده قناعه يعني فلازم يمشي. مين تاني؟
عندك وسام ابو علي، عندك وسام ابو علي. لا ما يقعد الاثنين الفلسطيني، اصل الفلسطيني مصري. يقعدوا الاثنين يعني. يرجع القندوسي، هو لعيب كويس، هو لعيب كويس بس هو مش مقتنع بيه. يعني بس هو بيتقل. بس اللي انا عارفه المعلومه اللي عندي ان الاداره عايزه ترجعه، بس هو مش مقتنع. ايوه ما هو ده اللي انا برضه المعلومه دي عندي. شايف ان هو لعيب كويس جدا جدا، وهو يعني انا عايز اقول لك هو سيراميكا، هو سيراميكا مش حاجه. المدير الفني قناعاته. ايوه بالظبط، هتجيبه وهتلعبه يبقى موجود، لكن لو هتقعده تاني. طب انا شايف انتوا بتحس انه كولر عينه مش احلى حاجه على اللعيبه المهاريه؟ يعني يعني هو كان عنده عدم قناعات شويه بعبد القادر في وقت من الاوقات، قفشه نفس القصه. لا عبد القادر برضه ممكن يكون بسبب سلوك عمله الشخصيه، فبعد الشخصية. يعني اللي هو ايه كان بيعاقبه، وبعد كده راح ايه الامور بدات الناس بيرستاو وحسين الشحات يمشوا كويس، فبدا مش هيقدر يقعدهم. ايوه فهي دي النقطه. انتوا بتحسوا عينه حلوه، عينه حلوه على الصفقات ولا لا كولر؟ بعد مودست لا، بعد مودست لا بصراحه. رايك يا كابتن حسن؟ لا انا بحس ان هو يعني عنده حاجه كويسه قوي، ان هو ايه يعني بينتج، بيطلع لعيبه كويسه، بيدي فرص كتير. هو بيعرف السؤال مش كده، مش بس لا انا عارف، انا عايز هو عايز يهرب السؤال. هو بيعرف يفوق اللعيبه. يعني القايمه كلها لما تيجي تبص على القايمه كويس وهيئه اول ماتش في الدوري لغايه النهارده هتلاقي اللي بدا غير اللي دلوقتي. ارجع للسؤال، لكن انا بتكلم عينه على الصفقات، يعني عينه بيعرف يختار لعيبه كويس. هو لغايه دلوقتي النادي الاهلي كل الصفقه بتاعت الفيرويد دي مضروبه بقى لها 5 سنين. وسام كويس. ايوه ماشي، بس انت لو كل ما تجيب لعيب افريقي في الحته دي يا كابتن طارق، حتى جابوا لعيب كان من الجونه مكسر الدنيا في الجونه. ايوه عارف يا كابتن، لان انت بتقارن باللعيبه اللي قبل. يعني هتقارن بفلافيو مثلا؟ لا 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 مش عاجبني دي. لان محدش في لعيبه كتير قوي ما بتقدرش تلبس تيشيرت النادي الاهلي والزمالك. دي مفروغ منها، دي ما بتقدرش تستحمل الضغوطات بتاعه الاهلي والزمالك. طب بمناسبه الضغوطات واللعيبه اللي تقدر تلبس في النادي الاهلي والزمالك، بعد فشل صفقه زين الدين بالعيد للمدافع، مين المدافع اللي في مصر يقدر يلبس في النادي الاهلي؟ انا شايف بيكم لاعب يرجع تاني. يرجع تاني النادي الاهلي. شايف من اللعيبه اللي تقدر عنده كمان، ممكن يلعب باك يمين، ممكن يلعب مساك، لعيب كويس قوي حتى موجود في منتخب مصر. هما دايما اللعيبه اللي انت عايز تجيبها تلعب في اهلي وزمالك من بيراميدز. بجد والله؟ يعني مين في بيراميدز؟ ما انت عندك بيراميدز، خلي بالك في وقت في لعيب بس المشكله احمد سامي، احمد سامي، علي جبر. على فكره اللعيب اللي مش واخد حقه، عارف مين؟ اللي هو المدافع اللي كان جاي من فيوتشر، مرعي. مرعي ايوه ده هو مرعي. على فكره ده مساك كويس جدا جدا وكان لازم الفتره اللي فاتت، كان في لازم كان الفتره اللي فاتت يروح منتخب مصر. في لعيب في فيوتشر باك بيلعب سيرد باك اشول، ناسي اسمه، ده برده كويس قوي، قوي وسريع وبيلعب بدماغه كويس وبيغطي كويس في فيوتشر. طب جهزوا نفسكم بقى عشان احنا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم مع كابتن حسام حسن. ضرب نار. فخلي بالك فاصل ونرجع نكمل كلامنا. يا نجم مصر، المدرب المصري ناقصه ايه؟ المدرب المصري؟ المصري عموما ولا؟ لازم يطور من نفسه، لازم يتعلم كتير، لازم ياخد شهادات كويسه. انت خلي بالك فتره من فترات المدرب المصري الشهادات وقفت، فمن 2014 ولا 2015 انا دلوقتي باخد الشهاده. باخد دلوقتي الشهاده الايه؟ كان زماني دلوقتي معايا باخد البرو، يعني انت فاهم؟ تونس والمغرب والجزائر عدونا في الموضوع ده بسبب الشهادات والتطوير بتاعهم. فلا احنا محتاجين حاجات كتيره، محتاجين ورش عمل كتيره صح. ولازم ايه المشكله ان انا كابتن طارق يعلمني وانا اعلمه وده يعلمني؟ بس عارف في مصر ايه؟ لما كابتن طارق اجي اقول له حاجه اروح كده انا اللي قايل له الموضوع ده بيذلك. فما بيقول لك ما بتعرفوش حاجه. في مدربين في ورش العمل دي بتخبي، يقول لك لا انا ما اقولش كل حاجه عندي عشان فلان ما ياخدهاش، علشان فلان لو لعب ضدي هيبقى حافظ. يعني كل حسب العقليه. طب سؤال، في مدربين في مصر يعرفوا يدربوا وينفعوا يدربوا ويقدروا يدربوا اهلي وزمالك؟ يعني طبعا اولا حددوا بالاسماء وبالزمان والمكان. اهلي وزمالك مدربين مصريين في الوقت الحالي صعب. صعب ليه ده؟ صعب كابتن حسن ليه؟ صعب يا ترى؟ طب حدد لي مين اللي هيقدر على كل هذه الضغوطات. عايز اسالك سؤال، علي مال لو مسك، احمد سامي لو مسك؟ لا ما يقدرش. ما يقدرش ايه؟ ضغوطات. مش هيستحمل. مش هيستحمل الضغوطات. اي ماتش اتنين تالت هتلاقي الجمهور. عايز اسالك سؤال، المدرب الاجنبي، هقول لك المدرب الاجنبي، المدرب اسماء وانتوا قولوا لي او لا. علي ماهر
انا بالنسبه لي ينفع. بالنسبه لك ايه؟ انا بتكلم اهلي وزمالك. انا مش بتكلم على قدرات الكابتن علي، قدراته عاليه جدا ويقدر يشتغل، لكن الضغوطات هتبقى كتير قوي عليه. احمد سامي ينفع؟ لا. اسامه نبيه ينفع برضه؟ والله انا بتكلم على الضغوطات مش الامكانيات. عشان بس ما حدش يزعل مني، انا بتكلم على الضغوطات اللي هتبقى عليه مش اكتر، لكن مش بتكلم على الفنيات ولا لا. فنيات يقدروا ويقدروا كمان. هي المدربين الاجانب ديت ما هي راحت نادي واثنين وثلاثه وخدوا الخبرات وخدوا الكلام ده، بقى عندهم خبرات دايما وخدوا مجالس كذا. الاداره يا كابتن حسن، انت المشكله ان انت مش عايز تدي الفرص للمدرب المصري وتدي له فرصه وتخليه يساعده وتعمله. انا عايز اسالك سؤال، سامي قمصان لما مسك النادي الاهلي النادي الاهلي ما كملش ولعب ليه؟ ماتشين ولعب من احسن ماتشات. طيب ما كملش ليه؟ هو اي نعم خسر. طب هو ما دي قرار مجلس اداره. طب طب عايز اخدكم مدربين قطاعات الناشئين، الاختبارات بتاع قطاعات الناشئين عادله؟ عادله؟ أه؟ لا، هو القطاع كله في كل حته مش كويس اصلا اساسا. الاساس مش كويس. الاساس مش كويس. خلي بالك دلوقتي بقت في وسايط، في كذا، في ابن كذا ابن كذا، الموضوع بقى في اولياء امور مسيطرين على المدربين. في المنتخبات الكلام ده بجد والله؟ اه والله. في بعض المنتخبات الناشئين عشان فلان وابن كذا كلم كذا، دي موجوده. القاعده اللي هي زادت عندها مشكله زادت كبيره. من بعد محمد صلاح والنني سافروا بره. طب كل المشكله في قطاعات الناشئين في المدرب ولا في الاداره؟ في الاداره. في الاداره طبعا. في الاداره طبعا. لا مش لان في الاخر انا كمدير فني انا عايز اكل عيش. عايز، وفي الاخر بتديني مرتب، انا عندي بيتي وعيالي وعندي مدارس وعندي كذا وكذا. في الاخر انت بتيجي لو انا النتائج بتاعتي كويسه ولا النتائج بتاعتي بتمشيني. ولو حد مثلا عملت مشكله مع ولي امر فانت الولي امر ده كذا بيبقى قوي صح، فبيمشيك. دي حاجه تانية ان دلوقتي كمان المقابل المادي بالنسبه لفرق الناشئين تحت مدربين الناشئين قليله جدا على المعيشه اللي احنا عايشينها. ما يقدرش هو يبقى مدرب مثلا في النادي الاهلي او الزمالك، دي شغله واحده بالنسبه له، ما يقدرش يعيش. الامور صعبه جدا بالنسبه له. القطاع بتاع الناشئين عشان يطلع ويفرز لعيبه جامدين زي ما انتوا طلعتوا، زي ما انتوا كنتوا عديتوا دلوقتي مثلا 10 15 اسم طلعوا ومثلوا الاهلي والزمالك درجه اولى، محتاج ميزانيه قد ايه تقريبا؟ لا محتاج عداله. محتاج ميزانيه. عداله وميزانيه برضه. لا والله ماشي، عشان تدي للمدرب احساس، مدي للمدرب الاحساس ان انا ما ينفعش مثلا اجي اقول لك انت طارق السعيد ولا حسن مصطفى تعالى امسك فرقه ناشئين وهديك 3000 جنيه في الشهر. هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى ماديا كمان يبقى انت لازم ماديا كمان يبقى قوي. بس الاول انت لازم تعدل الامور كلها ان يبقى في عداله. زي زمان انت لو انت عندك الموهبه انت الاولويه ليك. اصل انا عندي قناعه ان انا كناشئ لو انا دلوقتي واحد في الناشئين ولقيت اللي ماسكني حسن مصطفى ولا طارق السعيد هبص له بصه غير لو لقيت اسم. لا كلامك مظبوط، لان انا هو انا مراني، انا ما اعرفش مين ده اصلا. انا مراني كابتن مختار، كابتن صفا طب حليم، كابتن خالد جد الله، كابتن علاء ميهوب، كابتن ضياء السيد، دولت مرنوني. دولت نادي الزمالك كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه، كابتن ناصر ابراهيم، كابتن احمد عبد الحميد. فبتختلف طبعا دلوقتي، مفيش حد منكم هيقبل ان هو يشتغل. هي النقطه بقى ايام زمان لما كانوا بيدوا له ال1000 وال2000 في الفتره دي مختلف. كانت الحياه كويسه وعايش كويس. عكس اما انت دلوقتي علشان تعيش كويس لازم مدرب الناشئين 15000. وفي نقطه برضه ثانيه، في نقطه ثانيه كان يقدر يعيش كويس. غير حاجه ثانيه مهمه ان كان اصلا لعيب الكوره ما عندوش مجالات ثانيه. هو عنده يا اما هيبقى اداري يا اما غير. يا ابراهيم التدخلات، لكن دلوقتي انت عندك كذا حاجه. ده في تدخلات كمان، تدخلات رئيس نادي يقوم طالبك في التليفون لا ايد لي فلان علشان فلان ده ابنه كذا، ده ابنه كذا. طب هو فنيا مش كويس. هي دي بقى العداله اللي كانت. هو قال النقطه كويسه قوي، انت كده كده ممكن مثلا حته اعلاميه حته كذا حته كذا، فانت بتروح لاعلى مرتب اعلى مردود أو مردود ليه صح، عشان صح تقدر تطلع امكانياتك وتبقى لا تمشي في الحياه بتاعتك. انت في الاخر عايز تعيش الحياه بتاعتك. طب ما هو انت هتعيش ازاي؟ لازم مقابل مادي. ايوه بالظبط. بس صعب. وخلي بالك في مدربين كتير جدا بتفضل مع المدير الفني يبقى مساعد علشان المرتب، لان هو لو راح حته تانية هيبقى المرتب بتاعه اقل، فبيقول لك لا انا افضل هنا. ما بيكبرش طموحه يعني. طب عايزين نروح للمنتخبات، متوقعين المنتخب الاولمبي يعمل حاجه؟ ما عنده مجموعه لعيبه كويسه جدا، عنده مجموعه لعيبه على مستوى عالي ممكن يعملوا حاجه. كابتن حسن لا انا عجبني المدير، لانه جه ادانا محاضره امبارح
ده شفت فكره كده، عمل شويه حاجات كتيره قال لنا عليها، خطوط كتيره قالها لنا، ازاي هو بيضغط بيعمل ايه، وازاي هو بيدافع بيعمل ايه، وازاي لما بيفقد الكوره في عالي بيعمل ايه. فعجبني فكره، انا حتى استفدت منه جدا في حاجات كتيره، في ثلاث اربع نقط انا استفدت منه. ايوه فحاسس احيانا يا كابتن حسن الكلام سهل، هو بينفذ التطبيق بقى والتنفيذ. لا هو بينفذ يعني، انت لو تيجي تشوف نتائجه كويسه، وصل لا نتائجه كويسه نهائي وخلي بالك هو معاه لعيبه كويسه. ما هو ده اللي قلت في الاول. طب انتوا الاثنين اشتغلتوا مع حسام حسن، ايه اللي محتاجه كابتن حسام عشان ينجح في تجربته مع منتخب مصر؟ هو لحد دلوقتي هو ناجح. لا ماشي، انا قصدي عشان النجاح بالنسبه لنا ان هو يوصل كاس عالم ويقدم مردود كويس ونكسب كاس امم، يكمل مسيرته بس من غير كلام، من غير بهدوء، واعتقد هو ماشي على هذه الخطى عكس طبعا قبل كده تمام. يعني قبل كده كان ممكن يبقى فيه نرفزه، يبقى فيه كلام كتير يتقال، فيه كلام يتقال في الميديا. فدلوقتي طالما فيه هدوء وماشي كويس، هي ديت اللي هتجيب له الاختيارات الجيده، دي اللي هتجيب له النتائج الكويسه ان شاء الله الفتره اللي جايه. انا ليا نقطتين، ان هي التصريحات بتاعته لازم اللي هو الكلام بالظبط ديت لازم تقل خالص. تاني نقطة، في أوقات كتيرة جدا يعني آخر معسكر ليه في اختيارات أنا ما كانتش يعني زي مين؟ قول لي اللي مش عاجبك وقول لي مين اللي أنت ترشحه يروح. زي ياسر وكوكا، كان في حد تالت مصاب برضه يعني. أنت مش أنا منتخب مصر، ما أجيبش حد أنا أجيبه إن أنا يقعد معايا، لا أنا عايز لعيبة تبقى جاهزة تنزل الملعب تأدي لي الأداء اللي أنا عايزه. وكل لعيب أساسي في وأساسي في فريقه. أساسي في فريقه. دي من وجهة نظري. لان مدرب المنتخب منتخب مصر او اي منتخب هو بيعتمد على الفيديوهات، بيعتمد على المحاضرات، بيعتمد على التكتيك وعلى الكور الثابته دفاعيا وهجوميا. بس انت مش هقدر اجيبك في اربع ايام ادي لك كل جرعه من التدريب والكلام ده، انا عايز لعيبه جاهزه. اللعيب اللي جاهز هو اللي يكون موجود. ايوه موجود معايا في منتخب مصر، مش عنديش وقت ان انا احضره، ما عنديش ان انا احضره يبقى هو جاي مصابه ولا في لعيبه انت ترشحهم لكابتن حسام؟ انا شايف دونجا لاعب الزمالك كان ممكن يكون ليه نصيب معه، لانه كان ماشي كويس جدا مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره. أيوة. دونجا بتاع نص الملعب كان ماشي كويس جدا جدا معه. في حد كويس برضه انه اخذ ناصر ماهر، بس كان نفسنا ناصر ماهر كمان ياخد وقت أطول. في حد يا كابتن حسن في وجهه نظرك كان كابتن حسام ممكن يبص له؟ لا يعني متهيألي الاختيارات ديت هي دي يعني، مفيش. لا طب تعالوا نروح للعدد التنازلي واسالكم شويه اسئله وكل واحد مع 10 ثواني يجاوب. اهم حاجه ما تخلصش علينا. لا لا ما تقلقش. مين المسؤول عن ازمه لقاء القمه؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره كابتن حسن. القمه؟ لا نادي الزمالك، عشان ما ببلغش من بدري ان يجي اتحاد الكوره، لان في تراكمات قبل كده. ماشي، السؤال اللي بعد كده. لا انا من وجهه نظري نادي الزمالك. نادي الزمالك. انت عايز تخش في نادي الزمالك وخلاص. هل رحيل محمد عواد رشح حارس مرمى للانضمام للزمالك كابتن طارق؟ حاليا؟ مفيش حراس يعني على مستوى الزمالك والاهلي بصراحه. ولو هتجيب حارس هتجيبه كبير يعني. مفيش يعني. مش مع رحيل محمد عواد. هو اللي هو سيراميكا اسمه نسيت اسمه. بسام؟ بسام. بس مفيش غير بسام. ماشي، السؤال اللي بعد كده. لاعب تنصحه بالاعتزال نهايه الموسم كابتن حسن؟ لا في، اوعى تقول لي لا. إيه انا في، انا بسالك انا ما لا اصل انا حسيتك كده يعني بتلمع. لا والله لا يعني انا لا، حتى لو أيوة. ناس بتقول شيكابالا. لا 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 شيكابالا كمل طارق سعيد كمل. لا هو مفيش لعيبه. انا يعني اصل انا حسيت انك زغللك كده. لا يا عم والله ده انا يعني شيكابالا هو بس هو الاقرب. نور معاك. الاقرب عبد الله السعيد وشيكابالا، لكن الاثنين بيقدروا وقادرين. اي لاعب قادر كمل في الملعب. ماشي، السؤال اللي بعد كده. سيبوا لنا حاجات حلوه كده نقعد نتفرج عليها. لاعب بعدنا اللي احنا تعبانين قوي. بدل ما الدنيا تفضى ونلاقي نفسنا بردانين مفيش حاجه. لاعب تتوقع تألقه في الاولمبياد كابتن طارق؟ محمد شحاته. كابتن حسن؟ ابراهيم عادل وشحاته. بس يروح ابراهيم عادل ده احنا لازم المشكله بتاعتنا ما يروح الاول. واسمه ايه ده؟ ابن مظهر فيرو. مظهر عبد الرحمن. فيرو كويس. مين؟ ابن مظهر. ده حقيقي كويس. لاعب تتمنى انضمامه من الزمالك للاهلي كابتن طارق؟ من الزمالك للاهلي. هو ليه السؤال ده؟ انا بقى قوي السؤال ده. ماشي، انت يا راجل انت وانت بتلعب ما كانش في لعيب في الزمالك نفسك تروح الاهلي؟ تمني. ايوه صح، لا عندك حق. ده تمني. اتفضل يا كابتن. اتفضل انت كبير. لا اتفضل يا كابتن طارق. انا كنت شايف لو كان فتوح راح كان هيبقى كويس قوي مع النادي الاهلي. كابتن حسن؟ لا زيزو. زيزو. السؤال اللي بعد كده.
هل استغربت هجوم؟ طب انت ليه سؤال بس ما إيه؟ ليه ما عملتش بقى العكس؟ طب قول العكس. ما عملتش العكس ليه اللعيب من النادي الاهلي يروح للزمالك؟ مين اللعيبه تتمنى انه يروح من الاهلي للزمالك؟ حاليا؟ بصراحه امام عاشور. انا بالنسبه لي الشناوي. الشناوي. هل استغربت هجوم عصام الحضري ضد حسام حسن مدير فني المنتخب؟ كابتن حسن. اصل عصام برضه خلي بالك استغربت. خلي بالك عصام ابن حلال يعني. بس استغربت طبعا لان في عشره طويله جدا بينهم يعني منتخب مصر والنادي الاهلي. فاعتقد تصريحات عصام قال انه ما يشتغلش مع كابتن حسام ان هو مستوى اكبر من كده. دي وجهه نظره. دي وجهه نظره. مستوى اكبر من كده ايه ده ماسك منتخب مصر هيمسك ايه اكتر من كده يعني. لكن عصام دي وجهه نظره طبعا. لكن اعتقد العشره اللي بينهم والسنين الطويله سواء في اللعب او في الحياه كانت. طب انتوا اتعاملتوا مع عصام الحضري هو يعمل كده ليه؟ لا هو شخصيه شخصيه. ايوه ما انا بقول لك ما انا عارف هو عصام الحضري ليه على الشاشه غير البني ادم. في حاجه حصلت في حاجه في الكواليس في ممكن تم ترشيحه لكابتن حسام منتخب سوريا. ما انا بقول لك ممكن يكون تم ترشيحه وكابتن حسام رفض. هل سريع الانفعال عصام الحضري؟ شويه كل حراس المرمى كده على فكره شويه. لا لا والله من كتر الطير والله والله العظيم. لا بس هو ساعات بس هو بياخد سريع الاشتعال مش الانفعال بياخد الموضوع على صدره. وبعدين انت بطلت الحراس كلهم كده من كتر الهبد والجري في. لا بس انت بطلت المفروض تبقى اهدى من كده شويه لان انت قيمه كبيره جدا عصام الحضري قيمه كبيره جدا جدا. حراسه المرمى في افريقيا مش في مصر طبعا. انت عصام الحضري لما كمان بتشوفه بره الناس بتستقبله ازاي لا نجم بتجيله نجم كبير دعوات ازاي نجم كبير في المنتخبات و ماشي. شوف السؤال اللي بعد كده. انت رحت فين يا احمد؟ ايهما اكثر مهاره حازم امام ام شيكابالا؟ كابتن حسن اوف ده مهاره وده مهاره. ده مهاره يعني انا بحب مين يعني؟ بعشق شيكابالا. انا بحب شيكابالا لعبت معاه فبحبه جدا يعني. بس هقول حازم امام. لا بص الاثنين مختلفين على فكره. ده بيلعب بيمينه وده بيلعب بشماله وده ليه طريقه لعب وده طريقه لعب. انا عايز الاثنين. انت عايز الاثنين. لا يا حبيبي انا دلوقتي راجل لعبت مع داس الاثنين دول يعني. لا 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 انا اكتر واحد لعبت معاهم. انا لعبت معاهم اول واحد على فكره. ده ما يقللش من الثاني خالص على فكره. الاثنين جميل. انا بقول الاثنين برضه. ده ذوق يعني زي ما حد كده بيحب مثلا الاستاكوزا حد يحب الجمبري. الاثنين وحشين ما الاثنين حلوين والله. حازم ممتع جدا في الملعب يخليك تلعب. شيكابالا ممتع وايجابي في الملعب كويس جدا جدا يعني. فالاثنين بصراحه. بس طب طبعا حازم ومين الجمبري؟ واحد استاكوزا حازم امام والجمبري شيكابالا. ماشي اهم حاجه يبقى جمبري سويسي. بس كم هيبقى كم سعرك لو كنت لاعب حاليا في الدوري يا كابتن حسن؟ ريفالدو. لا انت. لا انا اتكلم على ريفالدو. انا اتكلم على ده 50 مليون. لا مش قوي كده يا عم. والله العظيم. لا لا لا. والله العظيم كابتن طارق السعيد اللي في ناس ممكن ما تبقاش عارفاه من احسن لعيبه كانت موجوده في مصر. لا لا في المكانه بتاعته. من ذوقك بس يا كابتن. والله ما بهزر. لا وبرده حسن والله العظيم مش كلام مش عشان قاعد جنبي. كمان قبل لما فاكر لما رحت اعاره الاتحاد. يا نهار ابيض ده عمل موسم. لا 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 وعلى فكره اعتقد ان انت كنت اول لعيب يطلع من الاهلي ويرجع. صح كده؟ كان حبيبه وابوه قوي. مانويل جوزيه. فاكر لما كان بيشيلك على كتفه. لا لا حسن ما شاء الله. في الارقام قلب عليه في الاخر. قلب عشان مره رديت عليه بقى مره رد عليه. اخر سؤال وبعد كده نروح بقى لواحد الواحد من ثلاثه. ايهم افضل في مركز الظهير الايسر؟ محمد عماره سيد معوض علي معلول. رتبهم لنا. انا؟ انا شايف بص هو معلول يعني فوق الكل. وقتك هيخلص يعني فوق الكل. بس انا عماره وسيد معوض. كابتن عماره. كابتن حسن. لا علي معلول. علي معلول. طيب اللعبه اللي جايه دي هنظهر لكم ثلاث صور ثلاث اسماء ثلاث شخصيات وانتوا ترتبوهم من واحد لثلاثه. ماشي خلاص. حراسه المرمى الشناوي محمد الشناوي احمد عواد. هي مرتبه نفسها. هي مرتبه شناوي نفسها. شناوي عواد. شناوي شناوي عواد. ماشي هي مرتبه نفسها. اوكي نروح للصوره اللي بعد كده. حجازي عبد المنعم علي جبر. كابتن حسن انا بالنسبه لي بتروح كتير انت النهارده مش متعود عليك كده. لا 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 انا بالنسبه لي حجازي عبد المنعم علي. هي هي برضه يعني برضه هي نفس متفق الترتيب. متفق طبعا. ماشي تتمنى حجازي يجي الاهلي؟ طبعا لعيب كويس مش جيب. مع الناس تقول ان سنه كبير؟ لا هو هيجي يلعب له سنه او سنتين يعني. علي جبر لو رجع الزمالك يفيد الزمالك يا كابتن طارق؟ طبعا. طيب مهم جدا. فتوح معلول محمد حمدي. معلول فتوح محمد حمدي. كابتن حسن تمام. معلول فتوح محمد حمدي. ماشي
هاني الشيبي عمر جابر. كابتن طارق انا شايف الشيبي ده لاعب كويس قوي قوي يعني لو فنيا الشيبي هاني عمر جابر. كابتن حسن تمام متفق برضو؟ تضحك عليا صح؟ كنت فكرني اقول حاجه ثانيه يعني. كنت هتروح هنا وترجع هنا. لا حمدي فتحي مروان عطيه الكارتي. كابتن حسن كارتي حمدي مروان. كارتي حمدي مروان. لا انا كارتي عطيه مروان. كارتي عطيه حمدي بقى انت عطيه قلت مروان. لا يعني كارتي مروان عطيه وبعدين حمدي فتحي. ماشي. طب سؤال مروان في ناس بعض الناس شبهته بيك تحس انه في نفس البوزيشن بجد والله يا ابني يعني الحمد لله وراح كان في الاتحاد برضو الاول ده يعني كنت بديله نصايح والحمد لله يعني كنت مثلا كابتن لما يجي يسالني عليه كنت بجاوب اجابه كويسه مسكته في الاتحاد ماشي كان كمان مدرب بتاعه في الاتحاد اللي بعد كده رمضان صبحي عبد القادر مصطفى شلبي. كابتن طارق رمضان عبد القادر مصطفى شلبي مرتبه نفسها برضو ماشي. بعد كده اخر صوره معانا امام عاشور عبد الله السعيد ناصر ماهر. كابتن حسن عبد الله امام ناصر وانا نفس الكلام عبد الله امام ناصر ماهر عبد الله ده بس انت خلي بالك برضو احنا في صور كده عبد الله بيفنش ايوه يعني امام لو كان لسه بس يلا بس عبد الله لو كان لسه ايه لا عبد الله لو كان لسه ايه لا قول يعني لسه قدامه كتير لسه هنشوف منه حاجات كتيره انت فاهم هي دي النقطه لكن عبد الله ناصر نفس الكلام عبد الله من اذكى اللعيبه اللي تشوفها من احسن اللعيبه اللي بتفضي نفسها ايوه عنده رؤيه كويسه بيلعب بخبراته هو كمان ذكي جدا بني ادم عارف هو عايز ايه من الدنيا ايوه لا حاجه جميله عبد الله هنتكلم على تاريخ عبد الله السعيد كل الناس عارفاه لا هو عارف عايز ايه من الذكاء ده من الكوره قراراته يعني خبرات تمام خبرات طويله جدا يعني يا كابتن طارق نورت الدنيا حبيبي يا هيما كل الشكر ليك حبيبي كابتن حسن وحبيبي الكابتن حسن مصطفى نورت الدنيا كل الشكر ليك الحمد لله على السلامه الله يسلمك كان عامل شغل جامد طبعا حبيبي شكرا وصول لحضراتكم على المتابعه نشوفكم بكره باذن الله على الف خير.